السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحي فيكم يا شباب وبنات، حياكم الله جميع. اليوم عندنا قائد فرسان حطم جميع الأرقام كما جرت العادة. قائد الفرسان صراحة من رايز دائما وأبدا نجيبوا لك قائد فرسان يعني جبارين بمعنى الكلمة. قائد الفرسان فعلا يكون جبار بشكل مو طبيعي، فجاونا قائد صراحة قائد ممتاز بكل مقاييس رايز اوف كيندم من ناحية الفرسان. اسمه غلج صراحة الأمانة، لكن خلينا نشرح على قائد الفرسان ومهاراته اللي طلعت من اللعبة رسميا، وهذا السبب اللي راح أتكلم عنه لأن الرسمي طلع، يعني ما راح نطلع في خانة القادة. الكل عارف أنه لازم نطلع في خانة القادة، لكن حاليا طلع رسمي. أول شيء متطلبات عاصفة القضب، عندك 1000 في المهارة الأولى، الحاق ضرر مباشر للقوات المستهدفة 2700، يعني معنات القائد هذا إجباري لازم يكون أساسي في حال إذا كان ثانوي 1350. نعم شفنا قادة مثل 1350 مثل إدوارد لما يكون ثانوي، شفنا مثل هوندا لما يكون ثانوي ينزل إلى 1350، لكن هوندا يشتغل ثانوي ما في أي مشكلة فيه بسبب مهارات الديباف الثانية وقوة أضرار في مهارة الخبرة. هني هل القائد راح يلعب ثانوي ولا ما راح يكون ثانوي؟ على حسب التجارب، ليس إجباري علينا أن إذا كان ثانوي ينزل إلى 2350 يعني يكون فقط أنه أساسي، لا هذا مو شرط. هذا الشرط إجباري أن نجرب وبعدها نحكم إذا كان القائد هذا نقدر نلعب فيه ثانوي ولا لا. مهارة جبارة، ضرر صراحة مباشر عالي جدا جدا جدا، هذه بخصوص المهارة الأولى. المهارة الثانية يزيد من وحدات هجوم الفرسان بنسبة 40 ثابت، وهذا اللي تكلمنا فيه قبل كم بث اللي قلنا محتاجين قائد معه للحشود، نتكلم وليس للميدان، للحشود مع بيرت قائد في ضرر هجوم عالي 40 بلس، يعني 40 وانت زايد، فيعني ممكن يكون برالي. هل هو راح يكون مع نفسكي؟ هل راح يكون مع بيرد؟ خلينا نتابع ونشوف باقي المهارات، مع التجارب راح نعرف تالي. حاليا ما راح يبين ويانا. وهم بعد في المهارة الثانية عندنا ان اذا تواجد خارج الخريطة وحدات الفرسان نفسها زيادة 15، يعني حوشة زيادة 15% من سرعة المسير، وضرر على رومات 5%. المهارة الثالثة تنين الصحراء، صراحة مهارة اول مرة اشوفها في رايز، مو معروفة، هذه يبي لها تجارب. يقول لك إذا لم يتمركز قوات هذا القائد في مبنى لمدة 30 ثانية على الأقل، فإن في كل مرة تشترك فيها قواته في المعركة تكتسب التأثيرات المعززة التالية في أول 10 من الثواني في المعركة، يلحق ضرر إضافيا بنسبة 30%. السؤال، تكلفة المهارة النشطة أقل يعني مقدار الاستخدام اللي هو راح يزيد من 1000 تصير ل 850 لما يكون القائد بروحه من غير ما ندخل مثلا أي قائد ثاني، وليم فوليم والآخر منتكلم عن القادة. فيعني المهارة هذه شوية لها دور، هل هي عبارة عن أنت دخلت المبنى وبعد ما طلعت قعد 30 ثانية وشلته من المبنى وطلعت المسيرة من المبنى، هل ما راح تفعل المهارة؟ وإذا تفعلت المهارة هل راح يكون لها تأثير لما استهدف هدف ثاني بعدين راح تفعل، ولا بتستمر 30 ثانية على طول؟ غالب الظن كتفسير معين هذه لازم نجربها بالتجربة راح تبينها، لكن غالب الظن انه مثلا عليك رالي على علم وقلعتك قريبة وطلعته، فاتوقع ان المهارة هذه ما راح تفعل لمدة 30 ثانية، اتوقع الا بعد ما يطلع من القلعة بعد 30 ثانية راح تبين التأثير اللي هو 30% من ضرر إضافي، زائد نفسه عنده تلحق قوات ضرر هجوم عادي إضافي بنسبة 10% بعد 15 ثانية. مهارة ليست بمعروفة لكن تفسيرها كالتالي، لكن بالمجمل أنها قوية بشكل وايد كبير. المهارة الرابعة عندنا هني بعد مهاجمة أي مسيرة إنزين أو علم إلى آخره من الكلام، عندك القائد هذا عنده نسبة 30% من الدفاع، يعني نسبة مو ثابتة، ضرر مهارة إضافي بنسبة 20%. عندنا المهارة الرابعة هني يقول لك القائد نفسه عنده زيادة 30% دفاع وعنده ضرر مهارة إضافي بنسبة 20%. القائد هذا مهارة 30% مو ثابتة لأن لازم تهاجم على أساس الدفاع تهزم المسيرة نفسها، فإنه يعالج بنسبة 1500 وقت التهدئة 8 ثواني.
لا يعاد تعيينها بعد خروج من القتال. يعني إذا خرجت ما وجهت على المسيرة اللي بعدها ما رح يعاد التعيين، ما في إعادة تعيين نهائيا بالمرة. الخبرة هي نفس النسب، النسب راح تصير من زيادة الدفاع 35 من نسبة الدفاع، وبنفس الوقت ضرر المهارة الإضافي 25 بيصير بدال 20%، زائد عندك الشفاء بيصير 3000 من ناحية الخبرة، زائد عندك يعيد ضبط غضب القوات هذا القائد جميع وجميع التأثيرات للتعزيزات، التعزيزات والتأثيرات السلبية المؤقتة ومقدار الوقت الذي تقضيه في القتال. بالمجمل القائد هذا يعني جبار بنسبة وايد كبيرة. هل هو له أولوية على نيفسكي ولا لا؟ هذا السؤال ما أقدر أقول لك ولا أقدر أجاوبك عليه نهائيا بالمرة، لأن التجارب هي راح تبين فقط لا غير. دائما يعني التجارب راح تبين، غير التجارب ما نقدر يعني نحكم على القائد من غير التجارب. أعطاك 40 من ناحية الهجوم، أعطاك 35 من ناحية الدفاع، أعطاك سرعة مسير 15، أعطاك ضرر مهارة 2700 ضرب 30، هجوم عادي أعطاك 10%، عامل الشفاء 3000 بعد الانتهاء، بعد نهاية المعركة، زائد بنفس الوقت تغلية سرعة الهدف، وعندك رياح الخريف اللي بنشوفها هم بعد شنو وضعها في المهارة الخبرة. قائد يستعمل، نعم راح يكون مع ويليام، راح يكون مع جون آرك، راح يكون مسيرتين فرسان. هل هو راح نلغي شانغ ولا ما راح نلغي شانغ؟ إذا بنختار فقط مسيرتين فرسان، ممكن يعني ممكن تلعب القائد الجديد مع ويليام، وتلعب شانغ نيفسكي أساسي مع جون آرك ثانوي، والقائد مع ويليام على حسب التجارب راح يبين ويانا. وشانغ ممكن تلعب مع محمد الثاني مع هوندا على حسب إذا تبي ثلاث قادة فرسان. هذه ما راح أكدها لك الحين نهائيا بالمرة، راح أكدها بعد التجارب، راح نعدل على أسطبل الفرسان كامل إذا كنت أنت تخصصتك فرسان. قائد جبار، نعم قائد جبار. يا وقت صرف الرؤوس كالعادة قلنا لكم لا تصرف رؤوسك نهائيا بالمرة. وقت نزول القائد هو عبارة عن أتوقع ثلاثة أسابيع، إلى الآن مو مبين 100% متى وقت نزول القائد هذا. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة. لا تنسى اكتب لي بالتعليقات شنو تشوفه، ممتاز؟ هل هو أفضل ولا نيفسكي أفضل من ناحية القراءات الأولية لهذا القائد؟ أشوفكم على خير، فما الله.